شو عندك جديد بالموضوع هذا تبع القضية؟ كل شيء جديد، الأشياء اللي طلعت في الجريدة كلها كذب. شو يعني زي ايش اللي كذب؟ زي ايه اللي كذب؟ ايه اللي كذب يعني؟ مدفنينها وهي حية، الأبو اللي حارقينها وتي، ما كله أنا اللي سويته، بس هو الأبو اللي دفنه. اوكي، انت ما كنت تعذب البنت ليه؟ بلا كنت أعذبها هي. طب ليش بتعذبيها؟ كانت أول شيء كنت أبدأ أضربهم يوم كانوا يقولون يزقون على الأرض وياكلون زيكم من بولهم. هم كانوا ياكلون ولا انت كنت توكليهم من بولو؟ ساهم روسهم، حتى كانوا يقولون أمنا هي اللي قالت لنا سويتي عشان يردوننا عندكم، يردونكم انتوا البنات يعني عنا. طيب وبعدين الأول كنت تضربيهم وبعدين؟ أول شي كنت أضربهم، كنت حرام بيتأدبون، قطعوا يتأدبون. أقول أوكي. نفسي جيت أحرقهم حرق، مو بحرق لدرجة الموت، ما حد قصده يموت. لو أنا قصدي أموت كان موت الثانية بعد، عشان السر يروح لو اللي أبو بيسكت. صح ولا لا؟ بس الثانية موجودة، صح إنه فيها حروق، بس الحروق كانت سحب، ما كانت في يعني كنت أهوس عليها. بعدين كنت احرق لنا ابوي بعد كان يحرقني وانا صغيره، ما كنت ما مت بالدليل. اي عنود، بس الحروق كانت في جسم البنت خطيره وايد يعني كثيره في جسمها ما كانت يعني ما كان الاوتي، كان حتى سالوها هي، ما كان الاوتي هوت عليه مره واحده عشان هي تموت. ما قصدي ان حد يموت، ليش تموت؟ يعني هي مو بنتي عشان انا اقدر اذبحها ولا اقدر اخليها ولا. اوكي، بس انتوا يعني انت شاركت في الجريمه، يعني هي البنت ماتت وانتوا شلتوها وديتوها البر، صح؟ طيب يعني انت شو الجديد اللي انت بتقوليه؟ اوكي انت ما كان عرض التأديب، لكن انت ليه بتحرقيها؟ ما مش كل طفله، ليه ما لجأتيش للجد والجده؟ ما كنت اقدر اتواصل مع حد. طب وحمد كان يحرق البنات معاكي اكيد؟ لا ما كان يحرقهم، انت بس كنت تحرقيهم؟ ايوه هو كل حاجه، بس ما كان يوافق على الموضوع. لا يعني هو ما حرق البنات معاكي، ما عذبهم معاكي يعني؟ انت بروحك؟ كان يقول لي خليهم، لا تضربي لا تحرقينهم ولا شيء، انا اللي بعذبهم الضرب يعني. اوكي، كان بيقدمهم، كيف كان بيقدمهم؟ الضرب بس يعني مش حرق ولا شيء، مش حرق. يعني كل الجروح اللي في البنت من مش من جروح من حمد يعني؟ ايه، لان بدينا ويانا بضرب ما تقدموا. اوكي، انت كنت تبعتي لها رسائل للام تقولي لها انا بحرق وديمه وميره؟ انا بتعرف الشيء، هي كانت تبغي تنتقم من حمد اصلا، عشان يدشك في الدنيا، يتحصل كل شيء. لا انت كنت تبعتي لها رسائل يعني ولا لا؟ ايه في رسائل موجودة في التليفون. موجود على تليفونك؟ ايه. طيب وهي ما كانت ترد عليك لما كنت تبعتي لها رسائل؟ كانت ترد. شو كانت بتقول لك؟ مو اشياء يعني عادية، كانت تقول وين يبوا البنات وكي. ايوه طيب، يعني انت لما كنت بعتي لها رسائل ما كانت الام مثلا بتنزعج وهاتريك تتصل بالشرطه او كذا؟ كان الامر عادي عندها؟ لا كانت بتعرف. كانت تقول الشيخ من قبل عشان الموضوع يطلع، قالت انه ابو حارقنا، ليش يعني مصرين انه ابو حارقنا ولا ابو حارقنا؟ حتى ميرا تعرف انا اللي حارقتنا، ليش ميرا قالت الأبو؟ لأن الأم كانت تحررها على شيء، تقول لها قولي هالكلام. يعني أنت اللي كنت تحرقيها وأنت اللي كنت كذا، يعني أنت عايزة تبرر الأب يعني ولا إيه الهدف من الموضوع؟ أنت ده بتبررين حمد يعني ما غلط في شيء يعني؟ حمد ما غلط، بس دخلها أوكي صح إنه هذا غلط سوا، لكن باقي لا أنا اللي سويته. مجبورة، طيب يعني كانت بعد نفس الشيء يسوون فينا، ما متنا. اوكي ماشي، بس انت بنت ماتت منك وانت رحتوا دفنتوها، ليه ما اتصلتوش بالشرطه؟ ما ماتت من الحروب، يمكن ماتت من الزق والبول اللي كانت تشربها وتاكله. ايوه بس لما ماتت انتوا عرفتوا انها ماتت صح؟ ليه رحتوا دفنتوها في البر وما اتصلتوا بالشرطه؟
الموضوع عند حمد، حمد هو اللي اتفق. انت ما رحت معاه يعني، ما صرت معاه عند البسمة؟ كنت طيب يعني انا اعرف شيء، يعني انت في انتقام من الام نفسها، في حاجة بينك وبين الام يعني تريدين تنتقمي منها؟ لا مش منها، هي كانت تبغي يسوي هالاشياء عشان تنتقم من حمد. لا، انت لما كنت تحرق البنات كنت عايزه تنتقم من الام اللي هي صديقتك يعني. ما في انتقام، انت تبغي البنات يتأدبون من اللي يسوونه. الحين أي واحد يشوف واحد يقول ويزيد يشرب بولة ويقدم من على الأرض، يعني شو تبغين أسوي فيهم؟ يعني أقول لهم لا توبوا بالكلام، ما بتوبوا. طيب انت ليه ما اتصلتيش بالام وقلتي لها تعالي خدي بناتك لما انت مش عايزاهم يعني؟ طبعا أنا محمد، أنا مش بتعرف، حتى لو اتصلت فيها ما كانت تقدر، ما أدري والله. محمد يعني انت مش ندمانه ان البنت ماتت وان انت كنت تعاتبيهم يعني؟ انت طيب يعني ليه انت ما حطيتيش في بالك ان دول يعني بشر زينا زيك يعني، حتى لو تأديب الطفل ده ما يكون بالطريقه دي يعني. طيب اوكي، البنت ماتت وانت استمريت تعذبي اختها يعني؟ بس من ميرا حصلت حرق وضرب اكثر منها، يعني ليش ميرا ما ماتت؟ هي ميرا حصلت طيب حرق اكثر من ودينا. طيب عنود، انت هل انت متزوجه حمد زواج يعني شرعي ولا شو الزواج؟ طريق محامي، طريقة محامي. طيب انت اتكلمتي مع حمد بعد القضيه يعني؟ كلمت نشوف حطيت موبايل. طب انت في اهلك هيجوموا لك محامي او هيشوفوا لك محامي ولا لا؟ لا. اخوكي ما بيشوف لك محامي يعني؟ لا ما عندي. اخوكي ما يشوف لك محامي؟ ما عندي حد. طيب انت كيف لاقيه ان الموضوع يعني، هل انت طالبه ان يخفف عليك العقوبه ولا شو طالبه انت؟ لا اكيد ابغي حد، ابغي عقوبه. أنا ما كنت متوقعة تموت ولا أوكي. أنا قلت لو أنا قاعدة أشتم ليش ما قتلت الثانية؟ هي احترقت أكثر من الأولى. بس البنت الصغيرة قالت إن أنت كنت توكليها البول والزج عشان خاطر تعذبيهم يعني. أمهم اللي تعلمهم هالكلام كان. ما اتصلتيش بأمهم؟ أنت معاكي رقم تليفونها تبعتي لها مسجات، اتصلي بيها قولي لها تعالي خدي بناتك، ليه ما اتصلتيش فيها؟ الأبو يقول لي هكا أو يتصل أكثر. بحاول يا حمد، ما كان حاول يدي البنات لأمهم وهي رفضت؟ أسمع، حمد حاول يعطي البنات لأمهم وهي رفضت يعني؟ طب هي أصلا قالت حق حمد أنا ما أبغي العيال، خلي عندك بس أبغي ورقة التنازل إن البنات عندي عشان أقدم على بيت وفلوس من الشؤون. ايه قال انا الكلام في حمد؟ انت علاقة بحمد كان بس من 7 شهور ولا من فترة طويلة؟ من امتى؟ من 11 شهر 3. طيب انت يعني انت طالبة كيف تكون العقوبة عليك؟ يعني هو اكيد العقوبة تكون شديدة، انت طالبة تخفف العقوبة يعني عنك؟ لا. طيب شكرا. انا حامل محمد، عرفت كيف؟ عشان كذا ما يبغى يترس في الموضوع. اوكي انت حامل يعني هذا الجنين اللي في بطنك يعني انت عايزاه يتولد في سلام صح؟ اكيد لو ربيت ولدي اكيد بربيه في التربيه هاي. ليش؟ لان هم يربوني على هالشيء. يعني انت لو ابنك هتعذبيه بنفس الطريقه عشان تربيه؟ لا، لو مثلا ما استوى هالموقف حقي، يعني دخلت في السجن استوى اللي استوى وكسي والحين ما اعرف شو حكمي، يعني بعد كنت بربي ولدي نفس الشيء. انا حاطه في بالي انه شيء عادي. اوكي هذا ضرب عادي بس ما في حرق وفيها تعذيب وفيها تحبسينهم بالحمام وتحبسينهم بالدولاب بيت ستيديو بس، والباب حتى ما عليه قفل. كيف كنت بقى؟ تمام.
حتى أكل شرب كان يطلب الأكل من نفس الشغل هناك. بس كانوا يوميا وديما من يوم يد شهر واحد كانوا أوكي اثنينكم. بعد الشهر الأول كلهم يجيبون يقولون على اللابس في الغرفة، والدليل حتى شالوا الثياب في هذا والحريات اللي هو الشقة، الثياب كلها جاي يجيبون ما عندنا فراش حقهم لأن عادين كل شيء. وتكلوا غلطتنا انه يبني حد ينقوا في البيت قبل ما تكلم. طيب الابو ليه ما كان دخل يعني كان يضمهم ولا شو كان يعملهم؟ ابو؟ اه محمد ما كان يرضى يوم يشوفني حركتهم، كان يزعل. هو يقول لي يعني لا تحرقينهم ولا تضربهم، بس هو اغلب الاحيان يكون ما حد في البيت، عشان كذا الكلام اللي قاله كان بالمئات حتى ما بعرف شو يقول، بس يقول كلام اي شيء وخلاص، يبغى يشيل القضيه عندي. هو كان يشرب مخدرات طيب عندك في البيت؟ هو يشرب خمر. خمر لكن ما في مخدرات يعني. لا في حبوب ياخذها بس ما اعرف شو دي. اه وانت ما كنت تشربين معاه يعني؟ لا. طيب ماشي يا عم. شكرا شكرا يا محمد. شكرا. مرحبا مرحبا اختي. مرحبا مع السلامه. خلاص اوكي 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 بكلمك انا بعد شوي. اوكي 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 مع السلامه. في اسئله معينه هتقولها لها دلوقتي؟ طيب والله انا بغيت اسالها يعني مع علاقتها الوديه اللي كانت مع الام. زين علاقه كانت موده وهذا من يوم الصغر والكل كان يعرف، بس الام اخر ايام قامت تنكر ان شو اسمه المسجات اللي كانت بينهم كانت توصل مسجات. علاقتها كانت ايام المدارس حتى يوم طلعت من بيتي كانت اقصد انا كنت عندهم في البيت. يعني تربيتي عندهم في البيت تميتل؟ انزين و يعني ما شفتي ردات فعل من عند الام هذا بالمسجات اللي طارت فيها؟ ماشي ردات فعل مول؟ ما في اشياء نسيت اقولها. الام بروحها هي حركتها وديما بعد قبل انا كذا تتذكر المستشفى الوصل. ايه نعم صح صح نعم صح المستشفى الوصل نعم صح. وغير تيميرة بعد محروقة من البشكارة، بشكارتهم سميرة في البيت انا كنت موجودة انتهرقها على يدها. يعني هالاشياء كلها انا كنت اشوفها وانا كنت متخيل انه عادي لو حركتهم، والله ما كنت متخيل انه حد يموت. يعني انا حامل لو انا قضيت الحد قلت ان شاء الله يموت. لو انا قضيت الحد. انزين انت شو تحبين توصلين الحين كلام توصلين اللي الناس يسمعونك يعني وهذا شو تحبين توصلين؟ ما اسمع. ان شاء الله على صراحتك هذه ان شاء الله ان شاء الله الراي العام يشوف الموضوع ان شاء الله. خلاص يا محمد انا بس شويه كده اكلمك. ان شاء الله ان شاء الله مع السلامه. مشكور يا محمد. شكرا شكرا. الله يحفظك. مع السلامه.